هذا وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى البحرين أن السعودية تبذل قصارى جهدها في تذليل كافة الصعوبات أمام حجاج بيت الله الحرام من خلال تطوير المرافق الخدمية والصحية. سعادة السفير قال في تصريح خاص لمركز الأخبار إن جميع التقارير الطبية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة، ولم تسجل إلى الآن أي حالات وبائية بين الحجاج. يسعدنا ويسرنا المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا ترحب بضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وتبذل كل ما تستطيع وقصارى جهدها في تأمين حجهم بإذن الله تعالى، وأن يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا آمنا مطمئنا بإذنه تعالى. ما تقوم به المملكة من مشاريع جبارة خصوصا في توسعة الحرمين كل سنة وكل عام، وكذلك الجهد الجبار في المشاعر في ميناء ومزدلفة والجمرات وقطار الحرمين والتوسعات الهائلة، وما توفره أيضا من طاقات بشرية هائلة لتأمينه، يشمل ذلك أيضا الرعاية الصحية المتطورة من مستشفيات ثابتة ومن مستشفيات متحركة ومن طواقم طبية. الحمد لله ما سمعناها اليوم من تصريح وزارة الصحة، وهو التصريح والإشعار اليومي بأن الحالة الصحية للحجاج إلى يومنا هذا الحمد لله عالية جدا وممتازة، ولم إلى الآن يسجل أي حالات وبائية أو أي فيروسات دخيلة، ولله الحمد.